نعم. يقول ما رأيكم في الكتب التي تعبر عن الرؤى؟ غير صحيحة، يعني أنه يتخذ كتاب مثل ما ينسب إلى ابن سيرين ومثل ما المؤلف المنسوب إلى عبد الغني النابلسي، فهذه لا يعتمد عليها في تعبير الرؤى، لأن تعبير الرؤى ليس ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإنما تعبير الرؤيا اجتهاد من المعبر، فراسة من المعبر، قد يصيب فيها وقد يخطئ، فلا يعتمد على ما في الكتب التي فيها تعبير الرؤيا، لأن الرؤى تختلف والأشخاص يختلفون والمناسبات تختلف. نعم.